راوية الجريمة من الشرق بودكاست. يا هلا وسهلا، بودكاست يساعد في تبرئة رجل حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد 23 سنة قضاها بين قضبانه، أي ربع قرن، وهو الأمر اللي رفع من شعبية البودكاست. خلونا نمر سريعا على اللي صار في يوم الجريمة وبعد اكتشافها وشلون اكتسبت القضية دعم غير متوقع من بودكاست. في فبراير من عام 99 وفي إحدى الغابات لقى رجال الشرطة جثة شابة صغيرة عمرها 18 سنة وكانت نصف مدفونة. بدأت التحقيقات اللي وصلت لعام تقريبا حتى اعتقل شاب كان طالب بالثانوية يدوب عمره 17 عام يدعى عدنان، وتمت إدانته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ووقتها وصف للدعاء عدنان بأنه شاب عنيف مجرم خنق حبيبته السابقة بسبب غيرته من انفصالها عنه من أجل رجل آخر. عدنان سجن، وبعد مرور 10 سنوات، أي في عام 2010، جاء اليوم اللي راسل فيه محاميه صحفية وطلب منها إعادة التحقيق في جريمة القتل. رسالة بدأ منها سير العمل من قبل صحفيين لمدة 4 سنوات على القضية. وفي عام 2014 صدر الموسم الأول من بودكاست سيريال وحقق نجاح منقطع النظير. وشلون؟ كانوا في كل حلقة من البودكاست يحطون تسلسل زمني لما حدث في الليلة اللي لقت فيها الضحية مصرعها، وطرح أسئلة مثل من القاتل؟ من المشتبه بهم الآخرون؟ وغيرها من الأسئلة، وجرى تحميل البودكاست أكثر من 300 مليون مرة. وكل ما كشفت حلقة من الحلقات عن تفاصيل جديدة، كل ما تحرك جمهور متابعي البودكاست في التحليل ووضع النظريات، حتى أثبت البودكاست ما هو عكس الإدانة بالقتل، شيء لا يصدق. تم صدور حكم بإعادة المحاكمة، ومن بعدها ألغى الادعاء العام الحكم في سبتمبر 2022، ومن بعدها ألغى الادعاء العام الحكم في سبتمبر 2022 بسبب الشكوك في ذنب عدنان، وتم الإفراج عنه بعدها بشهر في أكتوبر، يعني بعد 23 سنة قضاها في السجن. بعد هذه الحادثة اللي قلنا كان البودكاست السبب الرئيسي في إعادة فتحها وإطلاق سراح شاب دخل السجن وعمره ما تجاوز 20 وخرج منه وهو فوق 40، يتبين مدى أهمية البودكاست أو ما يطلق عليه التدوين الصوتي وطرق استخدامه والاستفادة منه في الحياة، سواء للتثقف والحصول على المعلومات وتوسيع الآفاق الفكرية وأيضا المتعة، خاصة أن البودكاست أصبح منتشر في عالمنا العربي في السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى تجاوز عدد البرامج فيه الآلاف. ومن هنا نعلن انطلاقة برنامج راوية الجريمة على الشرق بودكاست، واللي يبث على جميع منصات البودكاست. نتمنى تكونوا أصدقاء للبرنامج، ونلتقي في أولى حلقات راوية الجريمة الأسبوع المقبل. كونوا بخير، فمان الله.